مرحبا يا قمر، كيف حالك اليوم؟ كم كان الطقس جميلا اليوم بأشعة الشمس الدافئة والهواء المنعش. كم أحب أن أذهب إلى شاطئ البحر، فأنا أستمتع كثيرا بالمشي قريبا من الماء. فعلى الشواطئ أيضا توجد الأصناف بأنواعها الرائعة والكائنات البحرية الصغيرة الجميلة مثل السلطعون ونجمة البحر. سأحكي لك قصة قلعة الرمال. اسمع جيدا يا قمر، فحكايتي حلم وسفر ورحلة قصيرة مفيدة مليئة بالألوان والصور. في يوم مشمس جميل كانت ميساء تنظر إلى شاطئ البحر من نافذة منزلها القريب منه. وفي ذلك اليوم كانت رمال الشاطئ متلألئة أكثر من عادتها، وبكل فضول خرجت ميساء من منزلها على كرسيها المتحرك. اقتربت ميساء أكثر فأكثر وأمسكت بعصا لتقلب بها الرمال لعلها تكتشف شيئاً. خرج سلطعون ذهبي اللون من بين الرمال المضيئة وهو يفرك رأسه. نظر إلى ميساء على كرسيها المتحرك وقال لها: أنت ميساء، أليس كذلك؟ تعجبت ميساء من السلطعون: كيف عرفت اسمي؟ ضحك وأجاب: نحن نعرف كل من يسكن بجوار الشاطئ، فأنتم جيراننا. ثم توجه إلى الرمال وقال: لا بأس يا أصدقاء، تستطيعون الخروج، إنها ميساء جارتنا. خرجت من وسط الرمال المضيئة محارة شديدة الزرقة وسلحفاة زمردية اللون. كم كانت ألوان هذه الكائنات عجيبة! عجيب، قالت ميساء. ومن تكونون جميعا؟ أجابت المحارة: إننا الكائنات التي تسكن الرمال المضيئة. وقالت السلحفاة: إن هذه الرمال عجيبة، ليست كباقي رمال الشاطئ، لذلك هي رمال مضيئة. تساءلت ميساء: وكيف تكون هذه الرمال عجيبة؟ ضحك الجميع وقالوا لها: تعالي معنا لتري. ولكن ميساء قالت: ولكنني لا أستطيع المشي، فكما ترون أنا أستخدم كرسياً متحركاً. ابتسم السلطعون الذهبي وقال: لا تقلق يا ميساء، ستقضين معنا وقتاً ممتعاً. خذي هذه العصا واضربي بها الرمال وسترين ماذا سيحدث. أمسكت ميساء العصا وضربت بها الرمال المضيئة، وإذا بها تحدث دوامة كبيرة. سحبت الدوامة ميساء وأصدقائها إلى قاع الرمال. وجدت ميساء نفسها داخل قلعة عجيبة من الرمال، كانت مزينة بالمرجان واللآلئ الزاهية. نظرت ميساء حولها وهي تتجول داخل القلعة: كم هي عملاقة وجميلة! اقترحت السلحفاة أن يلعب الجميع لعبة الغميضة، وبعد القرعة كان على السلطعون أن يلعب دور الصياد بينما يختبئ الجميع داخل قلعة الرمال. بدأ السلطعون في العد إلى العشرة، وانطلق الجميع بحثاً عن مكان للاختباء. لم تعرف ميساء كيف تختبئ، فهي لم تستطع أن تمشي على قدميها. ظلت تدحرج كرسيها المتحرك في أروقة القلعة بحثاً عن مكان مناسب للاختباء. بينما هي تبحث في أرجاء القلعة ومن دون انتباه، سقطت في بركة من الرمال المتحركة. لم تستطع أن تميز البركة، فقد كان لونها بنفس لون أروقة القلعة. خافت ميساء أن تغرق في وسط بركة الرمال المتحركة ولم تعرف كيف تخرج. حاولت أن تسبح وتحرك يديها كي لا تغرق في الرمال، وأخذت تنادي أصدقائها. سرعان ما وصل إليها السلطعون، ولكن لم يستطع أن يخرجها وحده لأنه لم يكن يملك ما يكفي من القوة. ذهب للبحث عن مساعدة، وسرعان ما عاد إلى ميساء قبل أن تبتلعها بركة الرمال المتحركة. قام الجميع بالمساعدة ومدوا حبلاً من اللؤلؤ،
أمسكت به ميساء بقوة فشدها الجميع شيئاً فشيئاً حتى تمكنت من الخروج. ولكن ميساء كانت قلقة، فقد فقدت كرسيها المتحرك وسط بركة الرمال المتحركة ولا تستطيع الحركة من دونه. فكر الأصدقاء كيف يساعدون ميساء كي تستطيع العودة إلى منزلها بسلام، وتعاونوا جميعاً على صنع كرسي متحرك زاهي الألوان لميساء. فرحت ميساء بهذا الكرسي، فقد كان متميزاً ليس فقط بسبب شكله الرائع، بل لأن أصدقائها الجدد اجتهدوا في صنعه لمساعدتها. وبعد قضاء يوم ممتع على شاطئ البحر، عادت ميساء إلى المنزل فرحة بكرسيها الزاهي الألوان، وتعلمت أن التعاون والعمل بروح الفريق الواحد يحقق الهدف في وقت قياسي. وهذه هي الحكاية، من البداية إلى النهاية رويتها لكم، ففكروا في معناها، ولتكن أحلامكم جميلة، فغدا يوم جديد. لقد نام القمر، تصبحون على خير.